صباح الخير لكل المشاهدين يلي بينضموا لنا كل نهار جمعة بهيدا الوقت. اليوم فقرة بي بيوتيفل مثل العادة، موضوع جديد وتقنيات جديدة بخدمة الجمال. مثل ما بتعرفوا كل نهار جمعة عنا مسابقة بآخر الفقرة، ما إلكن إلا تتابعوا الموضوع، وبآخر الفقرة تفوتوا على إنستغرام تعملوا فولو، إذا كنتوا فولوورز تعملوا شير، أو إذا بتحبوا تحطوا كومنت مهضوم، وبآخر الفقرة بنعلن عن اسم رابح أو رابحة معنا ببي بيوتيفل. اليوم موضوعنا كتير حلو وموضوعنا صيفي بامتياز للمناسبات، لنضارة البشرة، لحتى نكون مشرقين. ما نعوز نعمل فوتوشوب على صورنا إذا كنا ظاهرين بمناسبات أو بدنا نحط مكياج، لحتى ما نضطر إنه نخفي العيوب أو بعد فترة من المكياج نشوف إنه فاونديشن فات تحت العيون أو فات بتجاعيد التم أو فتح البسامات وصار الوجه زيت. عن شو عم بحكيكم اليوم؟ عم بحكيكم عن خلطة جديدة يلي هي كوكتيل فيتامين خاص لنضارة البشرة للمناسبات، سكين جلو تريتمنت. هالعلاج من شو بيتألف؟ هالعلاج بيتألف من عناصر مثل ما اسمه بيقول كوكتيل، يلي بيتألف من خلايا جذعية من جسمنا بتتاخد من صفائح الدم بواسطة البلازما اللي بيتفلتر، منضيف عليهم ستام سيلز من التفاح الأخضر، خلايا جذعية نباتية، منضيف عليهم فيتامين سي 1000 ميلي جرام. نعرف أنه وظائف الفيتامين سي هي عديدة وأهمها مضاد للتأكسد، وتاني وظيفة كتير مهمة بيعملها الفيتامين سي بيعطي نضارة وبيعطي لمعة للبشرة، وبالنهاية واللي ما قلنا غنى عنه هو الهيالورونيك أسيد يلي هو مرطب وبيعمل مثل نوع اسفنجة من المي تحت البشرة. هالكوكتيل بينحط كله بعبوة وحدة وبينخلط وبينضخ بواسطة ستامبر. ستامبر يلي هي مثل إذا بدكم التومبون، بيكون فيها 65 إبرة من البلاتينوم لحتى تقدر تمرق على غمق 800 ميكرون، يعني ولا حتى مليمتر واحد، بالطبقة الجلدية يلي بيكون عايز فيها الوجه المي، الفيتامين، الكوكتيل والخلايا الجذعية لحتى تتجدد البشرة وتصحح عيوبها بنفسها. خلينا نشوف نحن وياكم أول فيديو معنا لليوم ونتفسر أكثر عن هالعلاج اللي هو كوكتيل الفيتامين. مثل ما عم نشوف الستامبر هو مثل أنينة صغيرة، نحن بنقلها بيبرون. هالبيبرون بيبقى فيه كل الكوكتيل يلي نحن أخذناه من الشخص، وبينشغل فيه على أدق تفاصيل التجاعيد بالوجه. هون عم نشتغل على نص تشبين، عم نشتغل على العيون، وكمان عم نشتغل بقلب العين من جوا زوايا العين محل ما بيكون في سواد. فإذا محل ما الإبرة والفيلرز والبوتوكس وكل الأشياء التانية ما بيقدروا يفوتوا، هالعلاج عنده القدرة إنه يخرق بهالتضاريس الجلدية. وين أكتر شيء بركز بهالتريتمنت؟ بركز أكتر شيء على الزاوية الداخلية للعين هون، لأنه هون إذا بتاخدوا المراية اللي بتكبر الوجه وبتطلعوا العين من برا، ثلاث أرباع السيدات عاملين بوتوكس، العين من جوا ثلاث أرباع التاني عاملين فيلرز أو بيحطوا كريم كونتور ديزيو. شو بيبقى من عيوب العين؟ بيبقى الزاوية الداخلية اللي هي تقريبا سنتيمتر واحد من مجرى الدمع لنص العين، محل ما بتزمزم الجلدة بتنشف وبتعطي لون بنفسجي بني غامق بيتجمع فيه كل التجاعيد وكل السواد. فإذا هالستامبر يلي شفتوه يلي فيه بقلبه كل هالعناصر المغذية، عنده القدرة إنه يفوت على غمق 800 ميكرون يلي هي الغماقة بالجلدة لحتى يصحح العيوب. منشوف أول عنصر معنا هو البلازما، صفائح البلازما يلي بناخدهم من الدم، الهيالورونيك أسيد يلي رح يعطيني المي والرطوبة للجلدة، ولكن مش نوع الفيلر إنما نوع تاني خاص بستامبر. وكمان منشوف إنه هيدا العلاج بينخلط وكل المواد بفوتوا بقلب بعضهم. أوكي، فإذا يلي بيصير إنه هيدول الخلطات بيمشوا على العين وعلى البشرة، عكس الميزوثيرابية اللي من زمان كنا نستعمل أنواع خاصة للعين وأنواع خاصة للبشرة. فإذا هالخلطة نخلطها، منبلش بالعين، منركز على زاوية العين، منشتغل على البصمة تبع العبسة، حتى لو عاملين بوتوكس في أشخاص بضل في عندهم الجلابيلر لاين، منشتغل
على الويفز فوق الحواجب، لانه كل الستات عاملين بوتوكس نص جبينهم، بضل في عنا هون زياح على جنب. بنشتغل على التومبونات، بنشتغل على الرقبه، فوق التم، خطوط الحزن، وكمان على الايدين. هلا اوقات بمحلات مثل الرقبه والايد منغير التب تبع الستامبر، يعني منشيل التومبون ومنحط مايكرو رولر كمان فيه 65 ابره بلاتينوم، ومنصير نضخ هالكوكتيل من الخلايا الجذعيه تبع البلازما يلي كلها عناصر نمو جروث فاكتورز يلي بتساعد البشره انه ترجع تتجدد وترجع الخلايا تتحسن. بس شو منشيل من هالصفايح؟ منشيل الستام سيلز، منشوف انه عم نشيل من منطقه معينه من هالصفايح الشيء اللي نحن عايزينه، هيدي الغشاء الابيض يلي هو الخلايا الجذعيه يلي بتضخ اذا بدكم الجروث فاكتورز، جروث فاكتور 1 يلي هو كثير مهم لحتى تتجدد خليه البشره يلي ابتداء من عمر 38 سنه بنفقدها وبتصير بطيئه التجدد، يعني البشره بتبطل تتجدد وتصير جديده كل 28 يوم، اوقات بتطول 40 يوم البشره الميته على سطح البشره، وهيدا اللي بيؤدي للكلف، للتجاعيد، للتانترن او لانعدام النضاره. من بعد ما نكون خلصنا الستامبر بنعمل ماسك. شوفوا هيدا الماسك يلي هو شاشه بتكون يابسه، تنطر هالشاشه لحتى نرجع نعبيها بالبلازما تبع دم الشخص يلي كنا اخذناه وفلترناه، بنعبيه بقلبها، بتنفخ، بنفتحها وبنحطها على كل البشره، وبنصير نعمل فيها تدليك وخاصة بالمنطقة الداخلية للعين، مثل ما رح نشوف بهالفيديو الثاني اللي رح يمرق معنا، انه بتكون الشاشة محطوطة على الوجه والسيدة نايمة تقريبا مدة 20 دقيقة لبين ما ينشفوا كل العناصر. عم نشوف هون كيف هالشاشة هيدي يلي عبيناها وفولناها بالبلازما يلي ما روحناه ديعان، اللي اخذنا منه الاشياء اللي بدنا اياها، الستام سيلز حطيناهم بالجلده، والبليتلتس حطيناهم بالماسك وحطيناهم فوق. ليش عم نعمل هيك؟ لحتى البشره تستفيد على الماكسيموم وتعمل شيء اسمه ساتوريشن، يعني تتعبى وتفول من عناصر التغذيه. شوفوا معي نتائج هالعلاج بعد فتره. إذا كانت الصبية صغيرة بالعمر، لاحظوا تحت العين كيف بيصير في عندي على امتداد الخد، على تشيك بونز لون زهري ونضارة، وهون أكثر محل بيتموضع فيه الكلف محل ما بنكون سايقين السيارة وعم تضربنا الشمس، وكثير من السيدات بهالوضع هيدا ما بيعرفوا إنه سبب عبوق وجههم هو هالكلف يلي بيكون على كرسي الخد، والسبب راجع وقت تكونوا عم تسوقوا السيارة، الشمس عم تضربكم بها المنطقة هاي، كل يوم كل يوم كل يوم عم تتعرض بها المنطقة لشمس قوية، فاللي بيصير إنه من هون لهون بيصير في عنا دارك شادو، أو بيصير في عنا سحنة بدية غامقة، أو تاش بيجمنتير، أو بحالات بعد أكثر إذا الجلد رقيقة البشرة بيضاء بيصير في عنا كلف، وصعب كثير انه نعالج الكلف. مشان هيك هالانواع من العلاجات وخاصه يلي فيهم خلايا جذعيه وصفائح البلازما واسيد هيالورونيك والفيتامين سي، هالكومبلكس واحد بيساعد الثاني انه يمشي ويفوت بقلب البشره. ببعض الاوقات منزد لهم عناصر تانية مثل الايسل، بنزدهم مثل الجلوتيشن، الجلوتيشن يلي هو انتي اوكسيدنت مبيض اذا السيده سمراء او سيده مدخنه او سيده بدها تعمل علاج تفتيح للكلف، بنخض اذا بدكم هالكومبلكس هيدا، وبنحضر الرولر وبنشتغل. فينا نشتغل على اي منطقه ما بدنا بالوجه، فينا نشتغل على الرقبه وخاصه على نص الرقبه محل ما بيكون في عنا كريبينس، محل ما بتكون الرقبة مزمزمة عند السيدة فوق عمر الأربعين، وعلى الإيدين إذا كنا عاملين فيلرز وبعد الجلدة عم تلمع وعم تعطي ختيرة وعم بيبينوا العظام وعم بيبينوا الشرايين، كتير بنصح بهيدا العلاج إنه ينعمل على سطح الإيدين. بعد في منطقة كتير بحب استعمل فيها هيدا العلاج وهو الانر أرمز، يعني الإيدين من جوا بعمر معين، على الديكولتي إذا السيدة تشمست كتير بحياتها بنحس إنه صار في عندها تجاعيد. هالنوع من العلاج بنبلشه، أنا بالعادة ببلشه من الفي تبع الصدر وبنطلع. عم نشوف على عم نشوف بهيدي الصورة، ركزوا معي على تفاصيل البشرة.
بنشوف بأول جلدة في عنا كلف، في عنا تصبغات، في عنا احمرار، وفي عنا انفلاماسيون، في انفلاميشن، لأنه البشرة ناقصها كتير عناصر غذاء. بنشوف بتاني صورة بعد جلستين قديش تحسنت الكواليتي تبع الجلدة. هون نحن سوا عم نحكي عن علاج كمان لسيدة بتقريبا 43 سنة، جلسة جلستين وثلاث جلسات، وأخذنا لها الصورة بعد ثلاث جلسات، وشوفوا قديش في عندي نسبة تحسن بنضارة البشرة بانعكاس النور من البشرة. هلا كثير منكم بيصيروا يسالوا هيدا، هل هيدا بننصح فيه للسيدات الكبار، اذا عندنا مثلا اكني، اذا في عندنا اي مشاكل بالجلده؟ هيدا الكوكتيل الفيتامين مثل كانه عندنا شتله وعم ندخل لها مواد مغذيه لحتى ترجع تنمى وترجع تزهر. هيدا التريتمنت بنصح فيه لكل السيدات، لكل السيدات التعبانين، لكل السيدات يلي بيسوقوا وجهن معبق، لكل السيدات يلي بيدخنوا، واكيد للعرايس، للست اللي مولده جديد واللي بشرتها مثلا عم تعمل دايت او حاسه انه بدها نوع نضاره بس مش حابه تنفخ وجهها او يطلع وجهها اللوك تبع اللي بيقولوا لي انه مثل الساحره او حتى غير عاتي انه طبيعي. فاذا هيدا العلاج ناتشورال، وهيدا من خانه السكين كير تريتمنتس. هلا رح اذكركم بيبقى بالاخير بالمسابقه يلي رح تربح معنا لليوم بمسابقه ببيوتيفل. بتفوتوا على اكونت كارول زمرود على انستغرام، بتعملوا فولو او شير وبتربحوا. اللي ربح معي ان اندرسكور بسبوس، ان اندرسكور بسبوس، بتربحي معنا تريتمنت من زي كلينيك. ما قالك الا تتصلي على الرقم اللي رح يقطع قدامك على الشاشه لحتى تنسقي انت والطاقم ايمتى بتحبي تستلمي جائزتك. لهون مشاهدينا بتكون خلصت فقره بي بيوتيفل لليوم. بعطيكم موعد نهار الجمعه الجاي بنفس الوقت. باي.